احلى مساء لاحلى متابعين، شلونكم حبايبي الغاليين؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بصحه وسلامه. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو طبعا روعه، يعني ما اعطيتكم صوره مقدمه لان خليتكم ويا المقادير ويا طريقه العمل من البدايه. الفيديو مالتي اليوم طريقه عمل ريزو بالدجاج على تمن مدخن. هسه تقولون شلون؟ اكيد راح اسكم على طريقتي الخاصه مثل ما تعرفون بي. انا احب دائما اغير الوصفه، ما اخليها نفس الشكل مثل ما يسووها. بس شنو حبايب، هسه حطوا لنا اللايك، ويا ريت تجدد الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس على الكل، وهم اتمنى تشاركون الفيديو حتى الكل يستفاد من الطريقه. مثل ما شفتوا بدايه الفيديو، انا عندي هاي الاجنحه قصيتها من الوسط، اخذت الصفحه الخفيفه، مو الصفحه اللي يكون بيها طوبه مال اللحم، لا الصفحه الخفيفه. وهنا عندي صدر الدجاج كامل، هذا نص، وحاستعمل نص ثاني لان اكيد راح تقولوا لي الكميه صارت اكثر. راح نشرحها بهذا الشكل طولاني يعني مثل ما تشوفون. طبعا الوصفه هم كلش سهله وكلش بسيطه، ونفس الوقت انا اعتبرتها كلش راقيه. اكيد تروح تشوفون فيديو للاخير. فالمهم هسه هنا بعد ما كملنا صدر الدجاج شرحناه بهذا الشكل، والاجنحه همين قصقصناها، قلت لكم الصفحه الخفيفه. ايش راح اسوي؟ راح اخذ الاجنحه، شوف عندنا كم جناح، طبعا بصراحة ما حسبتها بوقتها. همي تعتبر وصفة يعني اقتصادية، لان يعني تريدون بس الاجنحة، تريدون بس صدر الدجاج. انا ليش سويتكم الشكلين؟ حتى تريدون هالشكلين او تريدون اي واحد منهم سووا باللي يعجبكم. لزمت كل جناح بهذا الشكل، شرحته كل صفحة، يعني شرحتها مرتين او ثلاث مرات بهذا الشكل. ليش؟ لان انا راح اقلي تقلاه، فأكيد لازم حتى يستوي عندي الخارج والداخل بهذا الشكل. بعد ما كملنا الأجنحة كلها وشرحناها بهذا الشكل، هسه انتبهوا إلى الصلصة راح نسويها. هم أكيد راح نخلكم إياها بصندوق الوصف. طبعا هنا عصرت أنا ليمونتين، راح أخذ منها كم ملعقة طعام، وهنا همين يعني 3 ملاعق طعام ليمون و3 ملاعق طعام لبن أو روبة أو زبادي، وراح أخلي قليل من الملح، لان هي طبعا هذا الدجاج ما يصير كلش يعني لازم لوحه بيه بارزه. وهنا عندي هاي الصلصه الحمراء مال الدجاج مو موجوده، عاد حطوه ماجي. والبابريكا الحلوه خلينا، وزيت الزيتون، ما متوفر زيت الزيتون عادي تقدرون تحطون اي نوع من الزيت. هاي الصلصه كملناها، وقلت لكم انا مقادير ما راح اخليكم اياها اسفل الفيديو بصندوق الوصف. اخر شيء راح اخلي عليها بيضه، وراح اخلط هاي المواد كلها بدون اضافة اي مي اي مي. راح اقسم القسم منها على صدر الدجاج والقسم الثاني على الاجنحة، وراح نخلط هاي المواد كلها حتى كلها تتلابس بالصلصة اللي سويناها. راح تقولوا لي زين سويها قبل فترة، عادي ماكو اي اشكال، تقدرون تسويها قبل فترة وتخلوها قبل مثلا ساعتين وحتى تاخذ الطعم، تقدرون مباشرة نسوها بكل الأحوال. لأن إحنا شرايح مالتنا مال الدجاج شفتوها كلش خفيفة، وعندنا الأجنحة همين شرحناها يعني حتاخذ مواد رأسا. هسه صدر الدجاج راح أخليها رشة طحين بهذا الشكل مثل ما تشوفون. بعد ما خلينا الصلصة رشة طحين كلش بسيطة، طبعا هنا الكمية حسب العائلة وحسب عدد النفرات بالبيت. أجنحة قسمتها قسمين، هواي يقولوا لي ليش ما تسوينا يعني دائما نسوي بالطحين، ليش ما نسوينا بالشوفان؟ فهنا قسمي قسمته سويته بالشوفان وقسم بالطحين. هنا اخذت بصلايتين حجم مصاط، فرمته بهذا الشكل ناعم، وحبة او فص واحد من الثوم هم راح افرمه كلش ناعم، راح اخلطه ويا البصل. هسه هنا راح نسوي الرز. الرز هم راح اسويه على طريقتي الخاصة، بصراحة هو هذا مو الطريقة مال الريزو، بس انا حبيت اغير، وانتو هم راح تشوفون طعمه كلش روعه. هنا اكيد احنا انا الرز منقعته مثل ما تعودتوا عليه بمي حار، راح اخلي قليل من الزيت واخلي الرز واظل اقلب بيه واخلي له ملح، بحيث اخليه ينحمس بالزيت، يعني تحسوه انه نشف مي نهائيا. راح اخلي قليل من الهيل، وراح اخلي له شويه لون مال رز او مال طعام، عجبني اخلي اللون اللي يكون على احمر او على وردي. بصراحة بوقت عائلتي قالوا حتى الدجاج من بين، قلتهم شوية تغير يعني ما اريد اسوي اصفر، حبيت اسوي بهذا اللون. ما متواجدة عندكم الالوان عادي ماكو اي اشكال، سووا لونه ابيض، سووا لونه اصفر،
بس تدخلون الكركم على الرز. بصراحة الكركم يعني طعم ما يعطي طعم طيب للرز. هنا أكيد أنا فورا ما يحار، وشوفوا كمية المجهود حطيت، فالشي كلش بسيط يعني تقريبا، يعني شو أقولكم فالشي إذا شوفون أنتوا يعني ما حتى ما مرتفع فوق الرز، لأن أنا منقعته هواية. هنا أكيد يعني هذا المقدار ماي ما راح أغطيه وننتظره يستوي، وبعد ما استوى شوفوا اللون الله عليكم شلون صار. عندي هنا فحم على صفحة طبعا يعني خليت على الطباخ لحد ما اشتعلت كلها، وخلينا سيليفون بالوسط حفرنا حفرة وخلينا الزيت عليه، وشوفوا الدخان طبعا هاي نكهة الرز المدخن يعني فتشي كلش طعمه طيب. كملنا الرز وهسه راح نبدي نقلي صدر الدجاج والأجنحة. هسه راح تشوفونها من الطريقة، طبعا هاي وصفة هم سهلة بسيطة وسريعة كلش. هنا هم خليت قسم شوفان وقسم شوفاني وقسم طحين، راح بعد ما هم خليت ام بداية راح اخليه مرة ثانية. قسم راح اخليه للوجه مالته طحين، وهنا زيت عندنا كاوي وشوي نحط زايد، وبعدين ورا ما يكون نصيه يعني مو تخلوه عالي، اكيد لين حتخلوه عالي راح صدر الدجاج من فوق يستوي والبطن يظل عندنا ما مستوي. وشوفوا اللوح سويته بالشوفان، يعني قسم قلت لكم بالطحين وقسم بالشوفان مباشرة مع الناس، ومن تخلوه بالمقلاة او بالطاوة، وقلت لكم بعد ما يكوي النصيه خليه وسط بهذا الشكل، يعني سهل بسيط الى درجة، واتمنى هم الكل يجربه. هسه هنا بعد ما خليناه بالمقلاة او بالطاوة شوفوا تشوفون يعني مو كلش النار عالية، وحتى تقدرون تغطوه حتى يستوي استواء كامل، يعني حتى يستوي مات البطن ولو احنا مشيي فيه. فتأكدوا هسه راح اشوفوه بنهاية الفيديو شلون استوى عندنا، وهذا شكله شوفوا شلون صار بهذا الشكل. طبعا كل شوي احنا نقلبه طبعا اكيد حتى يستوي كامل. انا دائما اعودكم على هاي السالفة، دا شي تحسون البطن مات مو كل شي يستوي بسرعة، كل شوية اقلبه حتى البطن مات يستوي. هسه عندنا صدر الدجاج، صدر الدجاج لا ما يحتاج بعد ما اخليه بالطحين، الطحين اللي حطيناه بالبداية كلش كافي، فما يحتاج راح اخليه وحدة وحدة بالطحين واقليه، لا هي تلزمون يعني وحدة وحدة وتقلوها بدون طحين، الطحين بس البداية اللي خليناه. وهم راح اقبغه طبعا صدر الدجاج عرفون بيه بسرعة يستوي، وقلت لكم هم درجة حرارة وسط، خاف تسألوني حبايب وسط مو كلش عالية. وها شوفوا بهذا الشكل صار عندنا، يعني نوعا ما يصير عندكم شوية مقرمش. بشوفون يعني هسه بنطلعها واحدة واحدة شو مقرمشة، عبالك فينجر مو عبالك صدر دجاج. هسه راح نسوي الصلصة مالتنا الأخيرة، خليت قليل من الزيت والبصل اثرمناه والحبة الفصل ثوم، راح نقليهم بالمقلاة لحد ما يستوي عند استواء كامل. بعد ما استوى وصار بهذا الشكل شوفوا اللون مالته، يعني ما تخلوا كلش يصير يعني فد نوم صار عندنا بهالشكل، راح نخلي عليه كاتشب. شوفوا حبايب كاتشب، طبعا كمية الكاتشب حسب انتي الكمية اللي مسويتها مع صدر الدجاج والاجنحة. تقريبا انا خليت نص كوب، لان انا الكمية شوي نوعا ما يعني لا هواية ولا قليل، وراح اخلي ملعقة طعام ليمون. وهم هاي الصلصة راح اخليكم اياها بصندوق الوصف، هذه الصلصة بدون ملح بدون ملح، وراح اخليها شوية مي. هسه عندي كملة الصلصة، هسه شو راح نسوي؟ صدر الدجاج اللي قليناه راح نخليه بهاي الصلصة ونقلبه شوية تقريبا. طبعا هسه تقولوا لي على الطباخ لا ما يحتاج بعد، لان هي الصلصة عندنا استوت والدجاج مستوي، لا انا هسه حاليا سخت على الطباخ بس طافي، بس راح اقلبه بهاي الصلصة حتى تاخذ كلها لون واحد، واخر شي رشة السمسم. هسه كملت عندنا، شوفوا الصلصة يعني صارت يا دوب على المقدار اللي انا مسويته. هسه هنا عندنا الرز بعد ما كمل، ويا عيني ما اقولكم على الريحة والطعم الصال بالرز مال الفحم، يعني تمن مدخن يخبل. وشو اللون؟ شوفوا اللون مالته يعني حلو، واحد يغير بالوان الرز، وهي هاي الوان غذائية يعني، فعجبني. انا ما اعرف يعني بصراحة بدار تسوي اصفر، بعدين قلت لا خلي اسوي هذا اللون، فراح نصبه بهذا الصحن مالتنا او الصينية بهذا الشكل، وراح نجيب الدجاج وصدر الدجاج اللي قليناه
وراح نسلطه داير وما داير رز. راح نخلي الاجنحه بالوسط بهذا الشكل. طبعا هو هاي الدجاج تريدون تسووه بدون رز هم طعمه كلش طيب. تريدون تسوون يا رز يعني تدون احنا العائله يعني يعني لازم رز بالغداء حتى تكون وجبه غذائيه كامله. وقلت لكم اذا بدون رز هم عادي لان هو طعمه كلش طيب. المهم صفطنا الاجنحه بهذا الشكل مثل ما تشوفون، وراح اخلي صدر الدجاج داير مداير. هاي تبقى الترتيبات والشغلات تبقى الكل ام بيت، ما في شيء بسيط سويت. قلت لكم كان طعمه كلش طيب، وشفتوا طريقته ترى سهله كلش بسيطه وحتى ما تاخذ وقت من عندكم. وحلو دائما اقول لكم اني التغيير بالاطباق، ويعني مو دائما مرق وتمن، لازم واحد يوم نواشف يوم هيجي اكله، يوم مثلا تشريب باقلة، تشريب لوبيا حمراء، يعني تغيير حلو بالاطباق حتى العائله لا يكون عندها ملل. كملنا وصار عندنا بهذا الشكل، وشوفوا انتم حكموا. طبعا ريحه الرز ما اوصف لكم لان الدخان، شفتوا انتم كميه الدخان صار. طعمه كلش طيب، وهو هذا همين الريزو مال الدجاج هم كلش طيب. فاتمنى انه وصفه اليوم نالت اعجابكم، واتمنى هم الكل يطبقها. ودائما اذكركم اي واحد يطبق الوصفه مالتي يدزها على الانستا، انستا مالتي نفس اسم قناتي، نفس اسم قناتي. طبقوها ودزوا لي الصور. والرز لكم الاختيار بالالوان، بس الريزو والدجاج سووا نفس الطريقه مالتي بالضبط. وشوفوا الطعم، شوفوا الرز، شوفوا الالوان، شوفوا اللمعه مالته، وانتم حكموا. يلا خلينا نشوفكم وحده راح اطبقها وراح ادز الصور، وهاي قدامكم. وطبعا اكيد الف عافيه مقدما لكل من يعني منو راح يطبقها. واتمنى هم حبايبي ان شاء الله ما نسيتوني باللايك، وهم اتمنى تشاركون الفيديوهات حتى الكل يستفاد من الطريقه. ولو الحمد لله وايد كتبوا لي نشارك وصفاتك، وهسم اكيد راح اجربكم راويكم اني شو مستويات من الداخل. هنا عندنا اخذنا قطعه من صدر الدجاج وقطعه من الاجنحه. هذا الجناح قدامكم حتى تشوفون وتطمئنون انه هو بس مجرد قليناه وشون استوى بطنه. تشوفون طبعا كلش مستوي. هاي قدامكم شوفوه. وهمش الطعم طعمه كلش كلش طيب هذا صدر الدجاج. حبايبي لهنا ينتهي الفيديو مالتنا، واقول لكم مع السلامه للجميع.